السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ معاكم الدكتور مصطفى السيد. إن شاء الله هنستكمل النهاردة موضوعنا بالترتيب البريكارديال افيوجن. طيب، معنى بريكارديال يا شباب، بري يعني حولة، بري يعني حولة، وكارديال يعني قلب، يعني بريكارديال يعني حول القلب، وافيوجن يعني مية. يعني يقول لك إن ده معنى الموضوع بتاعنا النهاردة، إن تجمع مية حوالين القلب، هو ده معنى بريكارديال إفيوجن. طيب، المية ديت بتبقى لها 3 أشكال، يا إما إكسوديت، يا إما ترانسيوديت، يا إما حاجة اسمها كايلوثوركس. واحدة واحدة كده، يبقى أنا عندي معنى الموضوع إن في مية حوالين القلب. أول نوع من المية ده اسمه إكسوديت. طيب، اكسيوديت ده يا شباب معناها كده ميه متعكره. يعني ايه بقى ميه متعكره؟ الميه دي هتتعكر بايه؟ ان احنا الميه ديت لما نفحصها هنلاقي فيها زياده في السيلز، زياده في الخلايا، وزياده في البروتين. فالبروتين والخلايا دي خلوا الميه متعكره، ولكن مش متعكره بالعين المجرده يا جماعه، متعكره يعني متعكره تحت الفحص، تحت الميكروسكوب بلاقي فيها بروتين وبلاقي فيها سيلز خلايا. والبروتين كونتنت اكتر من 3 جرام، والسبيسيفيك جرافيتي، يعني ايه سبيسيفيك جرافيتي؟ يعني الكثافه، يعني الكثافه بتاعت الحاجه. انا قلت لك الميه ديت فيها حاجات، فيها سيلز وفيها بروتين، فميه بيزود فيها الحاجات اللي جواها، بتزود الكثافه بتاعت السائل، الكثافه بتزيد. من الفيزياء يا شباب، يبقى السبيسيفيك جرافيتي اعلى من 1018، الرقم ده ثابت احفظه، اعلى لما يزيد عن 1018 يبقى زياده في السبيسيفيك جرافيتي، لما يقل عنها يبقى يقل السبيسيفيك جرافيتي. يبقى اول حاجه الاكسوديت، انكريز السيلز، انكريز البروتين اكتر من 3 جرام، وانكريز السبيسيفيك جرافيتي اكتر من 1018. ايه اسباب بقى الاكسوديت؟ هي نفس اسباب الموضوع اللي فات اللي احنا شرحناه. ايه هو الحاجات الموضوع اللي فات؟ هو دراي بريكاردايتس. الدراي بريكاردايتس اسبابه هي نفس اسباب الاكسوديت. طيب، ايه بقى اللي كانت الاسباب؟ كلها بتبدا بحرف الاي، ايديوباثيك، يعني غير معلوم السبب، ولما احنا ما نلاقيش سبب معين بنعتبره في دماغنا ان هو فايرال. الفيرال ده اللي هو الكوكساكي بي فيروس والايكو فيروس، ارجع للموضوع اللي فات، والبكتيريا اللي اتضرر اللي هو التي بي. طيب، الانفاركشن شرحناها بالتفصيل، قلنا جلطه القلب احيانا تعمل بريكاردايتس، والبريكاردايتس ممكن يعمل بريكاردال افيوجن، وده ممكن يبقى بعد ايام بسيطه من جلطه القلب او بعد ايام كتير، فيقول لك ده ايرلي اور ليت كومبليكيشن. طبعا انا بقولهم بسرعه جدا لان الحاجات دي قلناها بالتفصيل في الدراي بريكاردايتس. طيب، الراديشن، الاشعاع، الاميونولوجيكال، الحاجات المناعيه زي سيستميك لوبس الزئبق الحمراء، وروماتويد ارثرايتس، روماتويد المفاصل، والاتروجينيك، ياتروجينيك يعني عباره عن ادويه علاج طبي، الهيدرالازين. وقلنا الهيدرالازين ده حاجه بتستخدم في ايه يا شباب؟ بتستخدم بتقلل الضغط، هي ارتيريال فازو دايليتور، ارتيريولار فازو دايليتور، وبوسع الارتيريول فيقلل البريشر ويقلل الضغط. بس ما حدش عاد بيستخدمه يا جماعه، ما حدش بقى بيستخدمه دلوقتي. طيب، وربطنا الموضوع اللي فات بين الهيدرولازين والسيستيميك لوبس، ايه قلنا ديت ليه زي دي تقريبا؟ لان احنا قلنا ان الهيدرولازين من الاعراض الجانبيه بتاعته هو بيعمل لي نفس اعراض اللوبس، فطبيعي ادم قلت اللوبس بيعمل دراي بريكاردايتس يبقى الهيدرولازين هيعمل دراي بريكاردايتس زي اللوبس. طيب، خلي بالك الحاجات دي يا جماعه كلها شفوي، يعني الحاجات دي كلها شفوي. انفلتريشن، اول ما اقول انفلتريشن يبقى اكيد قصدي على كانسر. ايه يعني اللي يعمل اختراق؟ اكيد كانسر، ليوكيميا، كانسر الدم، ليمفوما، اللي هو الليمفوما، البريست كانسر. طيب، روماتويد فيفر، وانا معلم عليها باحمر عشان اكيد فيها حاجه. ايه الحاجه اللي احنا اتكلمنا فيها المره اللي فاتت؟ قلنا ان الروماتيك فيفر بتعمل التهاب في كل عضله القلب، سواء الاندوكارديوم العضله الداخليه، سواء المايوكارديوم، سواء البريكارديوم. فكنا بنسمي دي حاجه اسمها بان كاردايتس. يعني ايه بان؟ بان يعني كل القلب، يعني بتعمل التهاب في كل طبقات القلب. طيب، لما هنتكلم بقى النهارده على البريكاردايتس، الروماتيك فيفر لما تعمل بريكاردايتس، قلنا انها ممكن تعمل بريكاردايتس
وممكن تعمل بريكاردال افيوجن، ولكن نوع البريكاردال افيوجن اكس يو دي اللي هو موضوعنا بتاع النهارده. عشان كده اتكلمنا المره اللي فاتت قلنا ان روماتيك فيفر استحاله تعمل اكسيوديتيف. هي ممكن تعمل اكسيوديتيف بس استحاله الاكسيوديتيف يتحول الى كونستريكتيف. يعني يا شباب كونستريكتيف هنقول لمحه عنه النهارده، الكونستريكتيف بيريكاردايتس، مش احنا قلنا ان في التهاب؟ يعني احنا قلنا في بيريكاردايتس اهو دلوقتي يا عم، اعتبر ده بيريكاردايتس وراح مجمع لي ميه، الميه ده اسمها ايه؟ اكسيوديتيف بيريكاردايتس، يعني في ميه. طيب ممكن مع الفتره من الوقت او مع اهمال الموضوع يتحول الميه ديت والالتهاب الى فايبروزس. الفايبروزس ده بيحيط بالقلب، بيمنع ان القلب يتحرك، فان هو فايبروزس تليفات، فالتليفات ديت يعني تحولت الى كونستريكتيف بيريكاردايتس. فاحنا بنقول يا جماعه روماتيك فيفر اي نعم بتعمل اكسيوديتيف، ولكن لا يمكن انها تتحول الى كونستريكتيف بيريكاردايتس. فمعنى كده لو انت لقيت كونستريكتيف بيريكاردايتس دور على اي سبب تاني الا الروماتيك فيفر، اياك تفكر في روماتيك فيفر. طيب والرينال فيلير، خد بالك بقى من الرينال فيلير. الرينال فيلير هتعمل بريكاردال افيوجن ليه؟ لان احنا اتكلمنا من المره اللي فاتت ان الرينال فيلير احيانا تعمل بينلس، يعني بينلس بريكاردايتس يعني التهاب في القلب وللاسف العيان مش حاسس بيه، بينلس بريكاردايتس. وقلنا ان دي انديكيشن ان دي حاجه لما تلاقيها في عيان اللي بيغسل او مريض الكلى، فانت لازم تدخله على مكنه الغسيل بغض النظر عن نسبه الكرياتينين واليوريا اللي في الدم، ملهاش علاقه. حتى لو الكرياتينين اثنين بس، اثنين بس، انت عنده بريكاردايتس فدخله مكنه الغسيل. فالبريكاردايتس احيانا يروح عامل طبعا بريكارديال فيوجن اللي هو الاكسوديت. طيب تروما، طبعا التروما انك اتخبط، مش لازم التروما يا جماعه انك اتخبطت في قلبك، يعني مش لازم انك وقعت على صدرك او حد ضربك خبطه جامده او اتخبطت في حادثه في صدرك فعمل لي تجمع من الاكسوديت حول القلب. لا، التروما ممكن تبقى عمليه جراحيه، عمليه القلب المفتوح دي اسمها تروما. فعشان كده هو قال لك مجمع لك التروما في كلمه اسمها بوست كارديوتوم سيندروم. يعني ايه بوست كارديوتوم سيندروم؟ يعني اي حاجه تلمس القلب. ايه اي حاجه تلمس القلب؟ ممكن عمليه قلب مفتوح، ممكن خبطه من بره كسرت الضلوع، فرحت الضلوع ضربه القلب، صح كده؟ كل الحاجات دي اسمها بوست كارديوتوم سيندروم. ويجي بقى يقول لك ان خد بالك، ده ام سي كيو بيجي لك، ان التي بي الضرن اشهر حاجه بتسبب البريكاردال افيوجن. يعني ايه؟ يعني انت لو لقيت في مريض بريكاردال افيوجن، اول حاجه تبدا تدور عليها في الاسباب العشره دول في البريكاردال افيوجن. بص بقى نعملها قاعده، انت دلوقتي فاكر المره اللي فاتت في الدراي بريكاردايتس؟ دراي بيريكاردايتس كانت نفس الاسباب العشره دول، كان نفس الاسباب بالظبط. فعشان كده اول سبب تبدا تدور فيه في الدراي، خلي بالك في الدراي مش في الموضوع ده، في الدراي بيريكاردايتس اول سبب تدور عليه كوكساكي فيروس، اللي هو انه فيرال انفكشن، اللي عامل لي الالتهاب الدراي بيريكاردايتس فيرال انفكشن. ولكن في موضوع البريكاردال افيوجن، لو انت لقيت افيوجن حوالين القلب، ميه حول القلب، فاول حاجه تبدا تدور عليها او اول سبب تبدا تدور عليه هو التي بي، واخد بالك؟ تمام. طيب ففرق ككلينيكال، انت لو دكتور لقيت دراي بيريكاردايتس من غير ميه ابدا دور اهم حاجه على الفيرال. انما لو جيت ولقيت اتجمعت ميه ابدا دور اهم اول حاجه عن التي بي الضرر. طيب الهيموراجيك فيوجن، هيموراجيك يعني دم، هيموراجيك فيوجن يعني دم، يعني يجي يقول لك ان الدم الميه ديت، الميه اللي لونها ابيض تحولت لون احمر زي ما انت شايف، لان نزل فيها دم، بقى فيها دم. طيب فده اسمه هيموراجيك فيوجن، يعني دم حوالين القلب. طيب ايه اكثر اسباب؟ طب وهل الاول ما قبل ما نقول الاسباب بتاعت الهيموراجيك فيوجن، هل ده يعتبر اكسوديت؟ طبعا يعتبر اكسوديت، ده دم يا عم، يعني خلايا، يعني البروتين، ما الدم ده عباره عن بروتين، ده طبعا فيوجن وافيوجن كمان. طيب يبقى الهيموراجيك فيوجن هو نوع من انواع الاكسوديت.
هي اشهر اسباب تعمل دم هيموراجيك انفيوجن مالجنسي، خد بالك مالجنسي اللي هو الورم الاورام. طب هتقول لي ايه يا عم الورم اللي في القلب ده؟ اقول لك ماشي، ما انت عندك الغشاء اللي بره ده بيجي فيه ليوكيميا وليمفوما زي ما انت شايف، فاكر الانفلتريشن ليوكيميا وليمفوما او سرطان من الثدي ينتشر ليه فيعمل لي الميه اللي حوالين القلب. طيب المايوكاردال انفاركشن، خد بالك المايوكاردال انفاركشن المايوكاردال انفاركشن يا شباب جلطة القلب ازاي بتعمل بريكاردال هيموراجيك افيوجن؟ بص يا عم، ادي القلب، ادي القلب اتحولت، شايف الحتة الزرقاء ديت جلطة في القلب، الجلطة في القلب يعني الدم اتقفل اللي رايح للمنطقة دي فتحولت إلى سكار. السكار يعني إيه يا شباب؟ يعني زي ما أنت بتتعور بيجي زي سكار كده مكان تعوير. طيب والسكار ديت طبعا ضعيفة، الدم زقها، الدم زقها، خد بالك خد بالك زقها، عملت بلج لبره اهوت، عملت الدفاع يعني بقللت لبره، وممكن تفرقع. ولما تفرقع الدم اللي في القلب هيطلع بره ويعمل لي بريكاردال افيوجن، بس من النوع الايه؟ الهيموراجيك، فاهمين يا شباب؟ طبعا انت هتموت يعني، هو انت يعني انت يعني مش هتموت في الحاله ديت من الهيموراجيك، انت هتموت من جلطه القلب والقلب اللي انفجر، ده اسمه يا عم رابشر للقلب، انفجار للقلب، ودوت من الاعراض بتاعت الجلطه هنتكلم فيها بعد كده ان شاء الله رب العالمين. طيب يبقى الهيموراجيك فيوجن قلنا الماليجنانس، اقصد بايه الماليجنانس؟ الليمفوما والليوكيميا والبريست كانسر والمايوكاردال انفاركشن، ازاي ان هو يفرقع القلب يعمل البريكاردال فيوجن. والتي بي، التي بي اللي هو الضرن، الضرن ازاي؟ ان هو حوالين القلب برضه فيعمل لي بريكاردال افيوجن. فخد بالك ان التي بي اذا كان انت بيخليك، التي بي يخليك انك تكف بلاد هيموبسيس، خليك تكح دم، فطبعا التي بي من الاسباب الكبيره جدا ان هو بيعمل دم، فلما يجي كمان التي بي في الاكسودين فيعمل لي دم. فخد بالك هو انت اشهر حاجات هتلاقيها في البريكاردال افيوجن تي بي، صح؟ اشهر حاجات هتلاقيها في الاكسوديت هو التي بي الضرر، ففي الغالب هتلاقيه ملون احمر يعني في دم. فاشهر حاجه في البريكاردال افيوجن بالذات فعلا دي شفناها كتير، دايما تحط القسطره كده في الغشاء اللي حوالين القلب، تعمل حاجه اسمها بريكارد سنتيز هنتكلم عليها، تلاقيه مطلع دم. ليه؟ لان اشهر حاجه في الاكسوديت هو التي بي، والتي بي دايما او في اغلب الاحيان بيخلي الاكسوديت لونه احمر يعني هيموراجيك. طيب والتروما طبعا، طبعا دم اهو كله، انت اتخبطت فحصل دمج للهارت فابشر برضو او اتعور القلب فعمل دم حوالي دم بميه حوالين القلب اللي هو هيموراجيك افيوجن، او رابشر اورتيك انوريزم. يعني ايه بقى اورتيك انوريزم؟ ودي حاجه قاتله جدا فيتال. نشوف الاورتيك انوريزم، انت لازم تفهمه. ده فيديو بيوريك موضوع الاورتيك انوريزم. بص بقى يا عم، يعني ايه اورتيك انوريزم؟ ادي القلب، ادي القلب، وادي القرش بتاع الاورطه اهو، ادي القرش بتاع الاورطه. فدخل لك بقى على الهيستولوجي بتاع الاورطه نفسه، ثلاث جدارات، الجدار الداخلي مش مهم اسمه ايه، هو انتما، والجدار اللي في الوسط، والجدار الخارجي بتوع الايه، الجدار بتوع القلب. روح ركز بقى ايه اللي يحصل. بص بقى انا عايز اشرح لك من غير ما يقول ايه اللي هيحصل في الثلاث جدارات. المفروض ان الدم ماشي هنا، ده اليومن، ده اليومن بتاع الشريان، المفروض الدم يفضل ماشي هنا، طبعا يفضل ماشي هنا، ما ينفعش يمشي هنا دم خالص. ليه؟ لان مفيش مسافات خالص بين الثلاث خلايا، ده مفيش مساحة خالص للدم ان هو يدخل ما بينهم، الا لو حصل ان اتقطعت الطبقة دي، فلما اتقطعت بقى في شباك يدخل الدم، يروح داخل بين الطبقة دي وما بين الطبقة دي، فيحصل ايه؟ يحصل اللي انت هتشوفه دلوقتي حالا.
بص بقى، بص لحظة. الدم دخل ما بين الطبقتين، بس انا عايز اوريها لك بصورة اوضح. في المفروض ان هو اهو اهو، فاكر الطبقة الداخلية اهي، دي الطبقة الداخلية، بيقول لك ان حصل فيها قطع، اهو حصل فيها قطع. فالمهم ان الدم راح داخل فين؟ بص بص، فاكر دول الثلاث طبقات، دول الثلاث طبقات بتوع الجدار، ما ينفعش يدخل ما بينهم الدم. بدأ الدم يدخل ما بينهم ازاي؟ ووسع ما بينهم زي ما انت شايف اهو. اتفضل اتفضل. المفروض كان اصلا، المفروض كان الدم ده كان يمشي هنا، الدم ما يمشي هنا، ده راح قاطع الجزء ده وداخل الدم هنا، داخل بين طبقات الايه؟ ثلاث طبقات بتوع الجدار الاورطي، واخد بالك؟ فبقى في طريق تاني للدم هنا. طب ما انت هتقول لي ايه خطورة ده؟ خطر جدا. اول خطر، كمل بس الفيديو. يوه، حظا شباب. خطورته ان دي الشرايين اللي راح المخ يا جماعه، ما لما دوت يوصل للشرايين ديت هيحصل فيه كومبريشن وهتبوظ الشرايين دي اللي واصله المخ، فعشان كده هيحصل لك شلل، هيحصل لك دم تلف في المخ، هتموت يعني ضايق. فعشان كده بيقول لك ايرجنت، ده شلل اورطي ما فيهوش هزار. شو بقى اللي يحصل تاني؟ الشريان فرقع كمان، الشريان ده ممكن يفرقع اللي هو اتملى بالدم ده، فرقع فوق طاقته، لما يفرقع يجيب دم اهو زي ما انت شايف، وابشر بقى نافوره ميه، ده الاورطه يا جماعه، نافوره دم ده حوالين القلب، تعمل لي ايه؟ الهيموراجيك فيوجن. طبعا مش هتلحق برضه انت كانسان تبص عليها، لا هيكون مات من حاجات تانية، مش هيموت من الاورطيك انوريزم نفسه يعني، مش بس بيعمل. طيب الكرونيك رينال فيلير ازاي يا شباب؟ احنا فهمنا كل حاجه ليه بتعمل دم حول القلب، لسه الكرونيك رينال فيلير. بص يا عم، ليه الكرونيك رينال فيلير بيعمل هيموراجيك افيوجن يعني اكسيوديت في دم؟ هقول لك ايه، دي ماكينه الغسيل الكلوي. اي حد كرونيك رينال فيلير بيغسل في ماكينه الغسيل الكلوي، المكنه دي فيها جزء اهو عليه سهم رقم 3، الجزء ده اسمه هيبرين بامب، الهيبرين، والهيبرين ده معروف ان هو بيزود سيوله الدم جدا. فانت طبعا طبعا بيبقى محطوط هنا الهيبرين بكميات كبيره جدا، فدم العيان هيطلع كله ويخش على المكنه ده يتغير بالكامل، فدم العيان كاملا هيدخل يتشبع بالهيبرين الموجود في مكنه الغسيل، فالنتيجه المحصله هيزيد سيوله العيان لانه هيرجع له جوه جسمه مشبع بالهيبرين. فزياده السيوله ده ممكن يعمل له نزيف في اي حته، اللي هو ممكن يعمل له نزيف فين؟ نزيف حوالين القلب، هيموراجيك افيوجن. طب اشمعنى ما حصلوش؟ هو ممكن يحصل له يا دكتور نزيف في اي مكان تاني؟ اه ممكن يحصل له في المخ، ممكن يحصل له في اي مكان، ولكن اكتر مكان حوالين القلب. ليه؟ لان احنا قلنا ان عيان مريض الفشل الكلوي بيحصل له بريكاردايتس، صح يا شباب؟ البريكاردايتس ده يا جماعه لما يلاقي السيوله عاليه، واحنا قلنا لما يحصل لمريض فشل كلوي يحصل له بريكاردايتس، فده دليل ان هو لازم يغسل. في بقى ادام حصل له دراي بريكاردايتس وسيولته عاليه من الهيبارين بتاع مكنه الغسيل، ده يحفز اكتر ان هو يعمل لي الهيموراجيك بريكاردايتس. طيب في سبب تاني يزود سيوله العيان، اه الثرومباسينيا. اه ده لفظ جامد جدا يا جماعه، ايه هو ثرومباسينيا؟ ثرومبا يعني ثرومبوسايتس، ثرومبوسايتس باللغه اللاتينيه يعني الصفائح الدمويه او البليتلتس، الصفائح الدمويه او البليتلتس، فدي ثرومبا. واسينيا يعني ضعف، يعني لما اقول العيان ده عنده اسينيا يعني ضعف في حيوان في جسمه، فمعنى اللفظ ثرومباسينيا يعني ضعف في البليتلتس، ضعف في الصفائح الدمويه.
فمعنى ضعف الصفائح الدموية يعني عددها، تمام، عددها في المعقول، عددها في الطبيعي عند العيان، ولكنها زي قلتها، يعني ما بتقومش بالوظيفة الأساسية بتاعتها. إيه هي وظيفة البليتلت؟ إنها تقلل سيولة الدم، إنها لما تلاقي في حاجة مجروحة أو حاجة بتطلع دم في الجسم تروح وتعمل لي هيموستيزيس، يعني توقف لي الدم، توقف لي النزيف. طيب لما هي موجودة بنفس العدد ولكن ملهاش لازمة لأنها ما بتشتغلش كويس، في ضعف في الأكشن بتاعها، فإيه اللي هيحصل؟ هيحصل هتزود الموضوع، الأزمة بتاعة الهيبرين بتاع المكنة، يعني الراجل سيولته عالية ولما بينزف الصفائح الدموية كمان مش بتساعد، يبقى أنت متخيل النزيف إزاي؟ فمعظم وفاة العيانين الفشل الكلوي من النزيف في جوه جسمهم، من ضمنهم الهيموراجيك افيوز. تاني نوع شباب هو الترانسيوديت، وده عكس الاكسيوديت خالص. عكسه في ايه؟ ترانسيوديت ده صافي بقى، صافي جدا، ميه صافيه جدا، يعني هتقل فيها السيلز وهيقل فيها البروتين كونتنت، وطبعا هتقل الكثافه بتاعتها اقل من 1018 لان قلت فيها بالطبيعي، لان قلت فيها السيلز والبروتين. ده بقى الميه الرايقه ديت يعني بتبقى حاجه عامه في الجسم، يعني ايه؟ اي حاجه تعمل لك تخزن لك ميه في جسمك. ايه الحاجات اللي خزنوا لك ميه في جسمك؟ الحاجات اللي خزنوا لك ميه في كل جسمك حاجات للقلب وحاجات للكلى وحاجات للكبد. طيب فشل كبدي، فشل كلوي، فشل في القلب، فالهارت فيلير الميكانيزم بقى انه هيزود الهيدروستاتيك بريشر، وده قصه بقى، يعني يزود. احنا قلنا عضله القلب يا جماعه المفروض ان هي الميزه، هجيبها لك كده، بسم الله. بص يعني ايه؟ المفروض ان عضله القلب اهوت المفروض انها بتستقبل الدم من كل الجسم وبعد كده تضخ الدم للجسم كله، صح؟ اللون الاحمر ضخه الدم للجسم كله. فايه فشل عضله القلب؟ فشل عضله القلب انها مش عارفه تستقبل الدم اللي راح لها كويس، فمش عارفه تستقبل الدم اللي راح لها كويس، فالدم ده يحصل له في ركود الفينس ريتيرن، فالفينس ريتيرن هيحصل له فيه ركود، هيزيد الضغط فيه، فلما يزيد الضغط فيه يبقى اسمه زياده الهيدروستاتيك بريشر، لما يزيد الهيدروستاتيك بريشر هنا يروح مطلع ميه لكل الجسم فيورم في كل الجسم، فاهمين يا شباب؟ والليفر سيروزس مال نوتريشن، الثلاثه دول الليفر سيروزس يعني ايه؟ الليفر سيروزس يعني تليف في الكبد. نفروتك سندروم، نفروتك سندروم دي مشكلة في الكلى، بتخلي بتلاقي الكلى عمالة تجيب بروتين كتير جدا وتضيع البروتين اللي في جسمك. والمال نيوتريشن يعني ايه؟ مجاعة، انت عايش في مجاعة او سوء تغذية فبيقل البروتين جوه جسمك. طيب التلاتة دول بيشتركوا في ايه؟ ليفر سيروزس بيقلل الالبيومين في هنبقى نتكلم فيه، بيقلل الالبيومين في الجسم في الدم. النفروتيك سندروم بيقلل البروتين برضه، والمال نوتريشن قلل البروتين، التلاتة بيقلل البروتين فيعمل لي الهايبوبروتينيميا. ناخد بالنا بقى، احنا اي حاجه في الدنيا، اي حاجه في الدنيا، عشان ده هنتكلم فيها في الاسايتس، هنتكلم فيها ان شاء الله رب العالمين في الاسايتس، يعني في الاستسقاء هنيجي نتكلم ايه سبب الاسايتس، ايه سبب الاستسقاء اللي في البطن، هنيجي نتكلم في سبب الاستسقاء، هما حاجتين مشتركين مع بعض، هايبوبروتينيميا وهيدروستاتيك بريشر. يعني ايه هايبوبروتينيميا؟ يعني ضعف الايه؟ ضعف الهايبوبروتينيميا يعني الا تقليل في البروتين، هايبوبروتينيميا. طيب البروتين قليل، ايه مشكلة لما يبقى البروتين قليل؟ يا شباب احنا دلوقتي الدم ماشي في يعني انا تعالى كده نجيب لك اهو مثلا، بص يا شباب شايف ده اسمه البورتال فين. ده البورتال فين ده مشكله الاستسقاء كله بيطلع ميه ازاي. انا دلوقتي هو ايه البني ادم الطبيعي ما بيحصلوش استسقاء في بطنه؟ ان ما فيش ميه هنا. طب الميه دي مصدرها منين اللي في البطن؟ بتبقى طالعه من جوه، الميه دي بتبقى طالعه من جوه الهيباتيك فين، من جوه البورتال فين. ده ازاي من جوه البورتال فين؟ مش احنا يا جماعه خدنا في الفسيولوجي ان البورتال فين بيتكون من بلازما
بلازما بروتين وميه. طيب يعني الدم فيه بلازما بروتين وميه، اهي الميه دي ايه اللي مخليها تفضل ماشيه جوه وما تخرجش بره الشريان؟ ان في بروتين لازق في الميه. ما احنا عارفين يا جماعه ان البروتين من الفيزياء بيحمل او الفسيولوجي بيحمل شحنه سالبه وبيمتص الميه، فطول ما هو في بروتين ثابت او في المستوى الطبيعي جوه البورتالفين مش هيسمح ان الميه تطلع بره الشريان لان الميه لازقه فيه. طب لما يقل نسبه البروتين تطلع لبره الجسم، طب ايه اكتر حاجه بقى يطلعها؟ لما يزود البريشر هنا، يزيد البريشر جوه البورتالفين. فعشان كده زيادة البورتال فين، زيادة البرشر في البورتال فين يقول لك هو لوكاليزنج فاكتور، يعني مش هو الأساس يا جماعة. الأساس هو نقل البروتين هايبوبروتينيميا، ولكن اشمعنى حصل استسقاء في البطن ما حصلش استسقاء في الظهر ليه؟ لأن هنلاقي بقى حاجة يعني الهايبوبروتينين بروتينيميا هي ديت موجودة فين؟ في البورتال فين ولا في كل الجسم؟ اكيد موجوده في كل الجسم، يعني مش في البورتال فين بس، في الوريد اللي في دماغك وفي الوريد اللي في رجليك وفي الشريان وفي كل حته في جسمك في هايبوبروتينيميا. انما ايه اللي يخلي في ستيس مثلا في بطنك بالذات ان في لوكالايزنج، يعني حاجه بيزود الموضوع بله زي ما احنا بنقول، اللي هو ايه؟ زياده في ضغط الايه؟ البورتال فين، زياده في البريشر هنا، فيروح مطلع بقى الميه، مش هتعرف تقعد اكتر من كده. فتعمل لي فزياده البريشر ما هو الا حاجه مساعده، انما هو الاساس الهايبوبروتينيميا. يلا انا دخلت في تفاصيل كبيره، اعتقد ان انا بدات اتوهكم، لان طبعا المواضيع هنا جايبه كل حاجه، يعني ان شاء الله هنفهمها اكتر لما ندخل في موضوع موضوع، ندخل في الليفر، ندخل في الكدني، ان شاء الله هتبقى الموضوع اسهل من كده. كايلوس فيوجن بقى يا جماعه، كايلوس بقى كايلوس ده يعني لمفاوي، يعني انت لما تيجي تترجم كايلوس باللغه اللاتينيه معناها لمفاوي. كايلوس انفيوجن يعني الانفيوجن حول القلب، الميه اللي حول القلب عباره عن سائل لمفاوي. طيب ليه بقى يا شباب؟ هو ايه موضوع بقى السائل اللمفاوي؟ السائل اللمفاوي دوت بيبدا في حاجه بينتهي في حاجه اسمها لمفاتيك دكت. هو بيبدا بعقد لمفاويه لونها اخضر زي ما حضرتك شايف، وبعد كده عقد لمفاوية وما بينهم شرايين لمفاوية، ويتجمعوا ويعدي الدايفرام الحجاب الحاجز، ويتجمعوا ويتجمع يتجمع ويتجمعوا ويفضلوا يتجمعوا لحد ما يتجمع في أنبوبة هنا صغيرة ممكن مش باينة كويس، ولكن هو عامل عليها سهم أهو اسمها الثوراسيك داكت. الثوراسيك داكت دي هتصب فين؟ في الفين اللي هنا، السبكليفين فين. طيب احنا دلوقتي يقول لك لو حصل اوبستراكشن، خد بالك هو انا قلت لك ان العقد الليمفاويه دي هتتجمع مع بعض، هتتجمع مع بعض. هي جايبه منين الليمفاتيك؟ جايبه منين الليمف؟ جايبه سائل الليمفاوي من كل اعضاء الجسم. ازاي يعني؟ واخد بالك من الحبه دول، الحبه الخضر دول، ما دول جايين من البريكاردم، جايبين من الغشاء حول القلب، وبعد كده واخدين رايحين يصبوا فين؟ في الفين هنا. طيب افرض حصل اوبستراكشن، يعني ايه اوبستراكشن في الضغط؟ الضغط دي اتقطعت لاي سبب من الاسباب. طيب لاي سبب من الأسباب؟ ممكن سرطان هنا في التراكيه، فقطع لي الثوراسيك ضغط، ايه اللي هيحصل؟ الضغط هنا هيزيد، الضغط في الانابيب اللي كانت بتصب كده، الثوراسيك ضغط مش هتصب الليمفاتيك، فالضغط اللي في الحاجات اللي تحتيها العقد الليمفاويه هتزيد، فالضغط هنا في العقد الليمفاويه حوالين القلب تزيد، فيزود فما بيعرفش يصب او يتخلص من الليمفاتيك الدرينج بتاع البريكارديوم، فيتخزنه جوه البريكارديوم، فيعمل لي حاجه اسمها كايلوس ايه؟ افيوجن. الهيموديناميك يا شباب، الهيموديناميك يعني الميكانيزم ازاي اللي بيحصل. بيقول لك ان الموضوع الاعراض يعني هتعتمد على الاماونت والريت، الكميه والسرعه اللي بتتكون بيها كميه السائل بتكون حول القلب وسرعته وسرعه تجمعه. طب يعني يقول لك ازاي؟ يعني يقول لك ال2 لتر حوالين القلب
في وقت كبير، في وقت بطيء اللي هو تجمع الاتنين لتر حقن القلب في وقت بطيء، احسن لما يتكون 200 لتر، 200 لتر بس في وقت قياسي او وقت قليل. ليه؟ لان كل لما بيتكون حقن القلب في وقت قليل ببطء بيخلي القلب اكوموديت، يعني يحاول يتاقلم مع الوضع. طيب، ودوت معنى البتاع اللي انا عاملها لك بابيض اللي هو 200 مللي وذ رابيد ريت، يعني تجمع 200 مللي من السائل بسرعه كبيره 100 دقيقه. الموضوع ده بنسميه كاردك تامبونات، يعني اي حاجه، اي تجمع سائل بسرعه كبيره حول القلب ويعمل لي اعراض اسمه كاردك تامبونات. ان كونتراست على العكس او على النقيض، سلولي ديفلوبينج 2 لتر كان بي اكوموديتد باي بريكاردك ستريس، يعني القلب هيعرف يتصرف معاه. فاهم حاجه عامل الوقت، ان اهم حاجه عامل الوقت مش المهم على الكميه بس. طب ايه اللي بيحصل لما سائل يبقى حوالين القلب؟ لما سائل حوالين القلب بيأثر على القلب ازاي؟ اكيد هو هيضغط على القلب. طيب لما يضغط على القلب نفتكر ان هو هيضغط، انا دلوقتي في بريشر من السائل، السائل ده ليه بريشر، ضغط على القلب وضغط على القلب ككل، ضغط على الرايت فينتريكل والليفت فينتريكل. طب يضغط على انهي، هيأثر على مين اكتر؟ طبعا احنا عارفين ان الليفت فينتريكل الضغط جواه اعلى بكتير من الرايت فينتريكل، فلما يجي سائل يضغط هيأثر على الضعيف، هيأثر على الرايت فينتريكل اللي هو ليه ضغط منخفض، فيبقى الاعراض كلها شبه لما يضغط على الرايت فينتريكل وأثر عليه، هيمنع ان هو يستقبل، هو هيضغط على الرايت سايد صح، فيضغط على الرايت فينتريكل والرايت اتريوم، فيمنعه ان هم يستقبلوا الدم كويس من الجسم. فهي دي بالظبط يساوي اعراض الرايت سايد هارت فيلير صح يا شباب؟ ما هو ده تعريف الرايت سايد هارت فيلير، ان هو مش عارف يستقبل الدم من الجسم. فطبيعي الدم هيتراكم في الجسم، يزيد الهيدروستاتيك بريشر ويؤدي الى تجمع ميه في الجسم، فهو ده اللي يقول لك يؤدي الى سيستميك كونجيشن ولو كاردك اوت بوت. طبعا ليه لو كاردك اوت بوت؟ لان الدم اللي جاي من كل اعضاء الجسم، من كل اجزاء الجسم، مش القلب مش عارف يستوعبه، فكميه قليله جدا من الدم هتبقى موجوده في الرايت فينتريكل، هيوديها للشرايين الاورطي وهتوصل للليفت فينتريكل وتوصل للاورطه بكميه قليله، لان هو ما استقبلش غير كميه قليله وداهم ناحيه الليفت، فدول اللو كاردك اوت بوت هيبقى لو. طب ايه هي الكلينيكال بيكتشر بقى؟ السيمتوم اوف سيستميك كونجيشن، يعني حاجات بتاعت السيستميك كونجيشن افتكرها بقى من اول موضوع خالص شرحناه في الهارت فيلير، اللي هو لور لمب ايديما، سايتس، ديسبيبسيا، الميه تتجمع حوالين في الامعاء فيعمل لي كاشيكسيا، ايه كمان البريشر في الجاجولار فيني يزيد، ما ده كل ده اسمه سيستميك كونجيشن صح ولا ايه؟ يحصل لي بلورال افيوجن، بريكاردال افيوجن، كل دي سيستميك كونجيشن. طيب ارجع ليها تاني في اول درس شرحناه، سيمتومز اوف لو كارديك اوت بوت، ايه الاعراض برضه من اول درس بتاع الهارت فيلر شرحنا ايه اعراض اللو كارديك اوت بوت، هتلاقي دي ساقعين، في تشنجات في العضلات، في كلوديكيشن، في سويتنج، في ان هو ما بينامش كويس، في ان هو صداع، في زياده نقص في التركيز صح، كل ديت حاجات على اللو كارديك اوت بوت. اوليجيوريا، في اوليجيوريا يعني ايه؟ نقص في كميه البول، كميه البول قليله. طيب البين بقى يا جماعه، هيقول لك ان ضل ايكنج بين، ضل ايكنج بين يعني بين العيان ما بقاش عارف اوصفه، يعني يقول لك انا حاسس بالم كده ويشاور لك بايده ومش عارف اوصفه، هو ده معنى الضل ايكنج بين، يعني مبهم، الم مبهم ديو تو ستريتش البرايتال بريكارديوم. انا يعني اكيد انت عارف ان اي عضو محاط بغشائين زي القلب، القلب محاط ببرايتال طبقة خارجية اسمها برايتال وطبقة داخلية اسمها فيسرال، دايما اللي بتحس بالألم هي البرايتال لير، وطبق كده على الكبد، وطبق كده على البلورة بتاعة اللنج، طبق على أي حاجة، هتلاقي الطبقة الخارجية قوي القريبة من الجلد، لأن خلي بالك هي أقرب حاجة للجلد الطبقة الخارجية،
لا اكيد البرايتون بغض النظر مش هتفرق معانا كتير. طب بريشر مانيفستيشن، ايه بقى اللي هيحصل؟ بريشر مانيفستيشن يعني يضغط على حاجه، يعني انا دلوقتي لما يكبر، لما في سائل حوالين القلب، اكنه بالظبط حصل، بالظبط زي اكنه حصل تضخم في القلب، هيضغط لي على 3 حاجات مهمين. هيضغطوا لي على التراكية. ليه؟ لأن أنت شايف الوضع ده، ده وضع أنتيرو بوستيرو للقلب. بص بص، التراكية، التراكية تحت ورا القلب أهو. فلما القلب، السائل اللي حوالين القلب يضغط على التراكية هيعمل لي ديسنيا، صح؟ طيب، ولكن الديسنيا، الديسنيا دي يعني صعوبة في التنفس، ليها حاجة غريبة كده. ويقول لك أنت تعرف العيان إزاي؟ ده بريكارد الاكسجين من قبل ما تروح تشوفه، هتلاقيه قاعد وموطي لقدام، واحيانا يسجد عامل كانه زي كانه ساجد، هو ده اللي بيريحه. يعني ايه؟ زي موضوع السجود بالظبط، موطي لقدام، ممكن وطي جامد ويلمس بدماغه الارض كمان، هو ده الوضع اللي بيريحه، فده اسمه برير بوزيشن. ولو نام على ظهره يتعب جدا، تمام؟ فديت ليه؟ لانه لو نام على ظهره، ما هي ورا بوستيريور، ورا القلب التراكية، فهو لما ينام على ظهره القلب هينزل يضغط على الايه؟ على القصبة الهوائية اكتر. تخيل كده، انا القصبة الهوائية في الظهر، صح؟ ظهر القلب. فلما ينام العين على ظهره القلب هيضغط على القصبة الهوائية اكتر، فيحسسه بخنقان اكتر، فهو حاجة لا إرادية كده تلاقيه قاعد وطي لقدام. فلما يوطي لقدام القلب يدخل لقدام، يتزق كده لقدام ناحية الاسترنم ويريح من على القصبة الهوائية، فيحس ان التنفس ظبط معاه. فعشان كده نيجي نلاقيه عامل وضع البريير بوزيشن، وضع كأنه الانسان اللي بيصلي. طب على الاسوفجس طبعا التراكية وراها كمان، خلي بالك، التراكية القصبة الهوائية وراها كمان الاسوفجس المريء وراها العمود الفقري بالترتيب كده. فعشان كده خدت بالك، ده وضع جانبي اهوت للقلب، ده وضع جانبي للقلب، هتلاقي وراه اهو الاسوفجس. فلما ايه؟ هيضغط على الاسوفجس يعمل لي ديسفاجيا، صعوبه فين؟ في البلع. ركز بقى على الحته دي، اناتومي جدا. اون ليفت ريكارنت لارينجيال نيرف، ريكارنت لارينجيال نيرف دول يا شباب الاعصاب، دي اعصاب بتغذي اللاركس. طيب اللاركس دوت يعني ايه؟ اللاركس ده القصبة الهوائية. طيب ريكارنت، طب ده بقى من الاناتومي. بص بقى، ركز معايا، انا مش هقولها غير مرة واحدة. هنا القصبة الهوائية، طبعا ادينا التراكية القصبة الهوائية، المفروض انك تطلع فوق، تطلع لفوق، تطلع لفوق، ينتهي القصبة الهوائية في الحتة دي مثلا، الحتة دي الحنجرة، يعني الحنجرة فوق. طيب انا عندي بقى العصب بتاع الحنجرة هيرجع لها تاني ازاي؟ الليفت ريكارنت اهو، بص الليفت ريكارنت، ليفت ريكارنت اهو اهو، شايف العصب الاصفر ده؟ العصب الاصفر ده، ركز ركز، هيلف حوالين الارش بتاع الاورطة ويرجع تاني لفوق، ويرجع تاني لفوق عشان يغذي القصبة الهوائية، فده اسمه ريكارنت، يعني بيرجع لها تاني عكس الاتجاه. يعني العصب نزل كده، نزل كده، نزل كده، ولف حوالين شريان الأورطة ورجع تاني للقصبة الهوائية، زي ما أقول لك لف ويرجع تاني. فدوت ليفت ريكارنت، ليفت ريكارنت لارينجال نيرف، فهيضغط عليه القلب فيعمل لي بحة في الصوت، يعني تلاقي في بحة كده في الصوت، هو ده اسمه هورسنس اوف فويس، لأن هو العصب ده المسؤول عن الاحبال، عن حركه الاحبال الصوتيه، فلما تضغط عليه او يتاثر يحصل لي هورسنس، بحه بحه كده في الصوت. طيب ايه الساينز يا جماعه؟ ساينز اوف سيستميك كونجيشن. تبص على الجاجلر فين تلاقيه منتفخ، والله تبص على الور ليمب تلاقيه ايديما، في ايديما في الور ليمب تلاقي عنده اسايتس، صح؟ طيب طب النيك فينز اهو، اول حاجه ساينز اوف سيستميك كونجيشن، اول حاجه النيك فينز، النيك فينز هتلاقيها كونجست، طبعا ارجع ليها تاني، ارجع ليها تاني لو سمحت. في اول موضوع خالص شارحينه بالتفصيل جدا. ليه بقى؟ لانك لما تبص على الجاجلر فين، افتكر بقى الحاجات دي جدا، الحاجات دي اللي هو ايه دي يا جماعه؟ فبنسميه اي في ويف. الاي في ويف ده يعني يقول لك ان
جاجولار فين في الرقبه، بتلاقيه بينبض كده بسرعه جدا، تلاقيه في الثانيه الواحده نبض حوالي 4 5 نبضات، اللي هي النبضات اي واكس وسي، اي ده نبضه وسي نبضه وفي نبضه ودي ترجعهم اكس اكس داش واي. انا اللي يهمني النهارده اول واحده ايه، اول حاجه اتريال ايه، يعني اتريال كونتراكشن، يعني بسبب طبعا ده طبيعي جدا لان الفينس جاجولار فين هو مرايه للرايت اتريوم، فالرايت اتريوم لما بينقبض هيعمل لي اتريال كونتراكشن فيزود لي اول ويف تزيد في جاجولار فين. ما علينا، انا عايز نوصل للواي النهارده عشان الواي ديت فيها ساين. الواي ديت يعني اتريال امبتنج، يعني ايه اتريال امبتنج؟ يعني الاتريوم الرايت اتريوم بيفضي، الترايكاسبيد فالف فتح فالرايت اتريوم بيفضي في الدايستول. طيب في ساين بقى من الساينز اللي موجوده في البريكارد الفيوجن اللي هو الرابيد ديب واي ويف، يعني الواي ويف ديت هتبقى تنزل لتحت قوي كده، عميق قوي كده، يعني معنى كده ان الشريان هيريلاكس قوي، يعني هيتشفط لجوه قوي. طب ما نيجي نشوف، طب ما ايه بقى الكوزمول ساين وايه الفريدريخ ساين؟ نقرا. طب انا الفريدريخ ساين قول انك مش فاهم، هنشوف. احنا قلنا بس الفريدريخ ساين ان هو رابيد ديب واي ويف، يعني ايه رابيد؟ يعني الواي ويف ده تعبر عن ايه؟ اتريال امبتنج، يعني ايه؟ تعبر عن ان الاتريا بفضي. طب لما الاترا يفضي يتشفط الجاجولار فينوس بريشر، الجاجولار فين، ولما يتشفط اسمها واي ديسنت، اهو بينزل لتحت. طيب هتزيد امتى الواي ديسنت قوي تبقى واضحه قوي؟ يعني الشفط بتاعه ده هيبقى باين جدا فين؟ في البريكاردال انفيوجن. دي اسمها فريدريخ ساين اللي هو الرابيد ديب ديسنت بتاع الواي ويف. طيب الكوزمول ساين قال لك دوت مع النفس، كل لما بتتنفس بتاخد نفس انسبيريشن هيزيد انتفاخ، هيزيد انتفاخ الجاجولار في. يبقى كوزمول ساين فريدريخ ساين، ما تيجي نشوفهم، احنا مش فاهمين حاجه يا عم. طيب ولا انا كمان فاهم زيكم، تعالوا نشوف دلوقتي واحدة واحدة بقى، واحدة واحدة. احنا هنبص على ايه؟ شايف هنا؟ هنا هيبقى الجاجولار فين صح؟ هتلاقي الست وهي بتنفخ بتتنفس بتاخد انسبيريت، بتاخد انسبيريت هتلاقيه بينتفخ. ده وده مش طبيعي على فكرة يا جماعة. انا الطبيعي ان انا لما باخد نفس الجاجولار فينوس بريشر بيتشفط، بيختفي معايا مع النفس. ده عكس الطبيعي اللي هو ايه هنا، عكس الطبيعي ان انا لما الست دي لما تاخد نفس هيتنفخ، وده مش طبيعي، الطبيعي ان هو يتشفط معايا. طب يبقى بص بقى لما هي بتاخد نفس هيتنفخ، طيب بعد الانتفاخ هتلاقيه شفط جوه جدا، عمل لي رابد ديب واي ويف، عمل لي الواي ويف ديت الايه اللي بقت تحت قوي، بقت ديب اعمق من كده. ده النورمال خبايات بقت اعمق من كده، فهتشوفها على ارض الواقع هنا يعبر ان هو اتشفط جامد. بص تاخد نفس بيتفخ، بص بقى دخل جوه جامد اهو. اه بص دي تسمع، يبقى لما اتنفخ مع الانسبيريشن كده اهو، لما اتنفخ كده اسمها كوزمول ساين. لما ايوه دخل لجوه قوي كده اسمها ديب وايد سين اللي هي الفريدريخ ساين. يعني الموضوع ده يعبر الاثنين مع بعض، اول واحده كوزمول ساين، ثاني واحده على طول اللي وراها على طول ايه؟ فريدريخ ساين. بص تاني طيب تالت حاجة من الكونجيشن، السيستم كونجيشن اللارج تندر ليفر، ان الكبد هيحصل له هيبقى متضخم وبيوجع العيان، لذلك بفحص الليفر في اي عيان هارت فيلير او رايت سايد هارت فيلير او اللي يدي نفس اعراض رايت سايد هارت فيلير زي البريكاردال. طيب على فكره ممكن اللارج ليفر ده يحصل له سيروزس، يعني يحصل له تليف. طب بعد كده اسايدس بيفور اديما، هي طبيعي يا جماعه في امراض القلب،
ان يحصل الاديمه في الرجلين قبل الاسايز، قبل الايه يعني اول حاجه تظهر اديمه في الرجلين لور ليمب اديمه قبل ما يظهر الاستيس بتاع البطن. انما في حاجات اكسبشنز، في استثناءات من ضمنهم هذا الاستثناء البلورال فيوجن او البريكاردال فيوجن، بيحصل لي اسايتس قبل الاسايتس يعني تجمع في البطن، تجمع ميه في البطن قبل اللور ليمب ما ايه ما يعمل اديمه. فالموضوع ده اسمه اسايتس بريكوكس. طيب ليه بقى يقول لك ايه اسباب الاسايتس بريكوكس؟ يقول لك نتيجه كينكينج، كينكينج يعني يتلوي، كينكينج كينكينج اوف هيباتيك فين. طيب ازاي بقى يا جماعه؟ بص ركز بقى معايا، الموضوع دوت اصلا لو انت فهمت، انت فهمت الليفر، انا مش عاوز ادخلك في تفاصيل كتيره بس يعني نحاول نفهم يعني قصده ايه. هو احنا مش قلنا ان اللي زود ظهور الاسايتس هو الهيدروستاتيك بريشر، انه ده لوكاليزنج فاكتور؟ قلنا. طيب ما تيجي نشوف، انا الهيباتيك فينز اهو الاثنين دول هيباتيك فينز صغيرين، ده وده، ده باللون الازرق الغامق صح؟ اللون الازرق ده يعبر عن السيستميك سيركوليشن. يعني ايه سيستميك سيركوليشن؟ يعني ديت الدوره الدمويه بتاعت الجسم كله شبهها، دي سيستميك سيركوليشن. طيب ده الدم اللي جاي منين؟ من الاستومك، من المعده، راح رايح فين؟ في اللي مجمع لي الدم كله في البورتال فين، مجمع لي الدم في البورتال فين. فالبورتال فين ده باللون اللبني، ده بورتال فين وده سيستميك فين، دي دوره دمويه منفصل عن الدوره الدمويه دي. يعني البورتال فين ده غير متصل بالهيباتيك فينز الا لما يروح يتنقى في الكبد الاول. حلو. طيب عايز اوصل ليه يا دكتور؟ هقول لك جاي. انا مفروض ان الهيباتيك فينز دول طالعين واخدين الدم. طب استنى، هو الدنيا بتمشي ازاي؟ هو انت ينفع تاكل اكل، الاكل ده يمتص من الامعاء، مش لازم يتنقى من السموم الاول قبل ما يروح للسيستميك سيركوليشن للدم اللي راح للقلب؟ طب ازاي هيتجمع في اللون اللبني ده اللي هو البورتال فين؟ اهو اتجمع ودخل، اهو دخل في البورتال فين فراح يتفرع جوه القلب. القلب بقى ينظف الحاجات دي، ما دي وظيفة القلب ان هو بيشيل السموم، فلما يظبطه وينظفه يقول له خد بقى وديها على السيستميك سيركوليشن، شوف نعمة ربنا علينا، فيوديها على السيستميك سيركوليشن. طيب معنى كده ان دي لو اتقفلت، دول لو اتقفلوا ليه؟ لان هنا الحجاب الحاجز هيعدي السيستميك سيركوليشن دي رايحه للانفيرو فينا كيفا والقلب. القلب على فكره هنا فوق الحجاب الحاجز مباشره، هيعمل لي ايه؟ ممكن يضغط لي على السيستميك سيركوليشن اللي هنا فزود لي الضغط هنا، فالضغط ده ينعكس هنا فينعكس لي فين؟ في البورتال فين. فلما ينعكس على البورتال فين ده لوكاليزنج فاكتور ولا لا؟ لوكاليزنج فاكتور، يروح مطلع الاسايتس. طبعا يطلع الاسايتس، موضوع كبير صح؟ طيب نكمل بقيه الساينس. ساينز اوف لو كارديك اوت بوت قلناها بقى، ضغط واطي، نبض مرتفع، بالور ايه باهت، الجسم باهت، كولد هاند، تلاقي ايدي متلجه، برير بوزيشن تروح تلاقيه موطي لقدام وراسه لامس الارض عشان الوضع ده مريحه. واتكلمنا على هذا الموضوع. بلسس بارادوكسس، ركز بقى في البلسس بارادوكسس، بيسالوك في الشفا جامد في هذا الموضوع، هو موضوع معقد شويه فلو سمحت ركز شويه. معناها ايه البلسس بارادوكسس؟ معناها بارادوكسس يعني عكس المتوقع. خلي بالك يعني لما اجي اقول لك بارادوكسس يعني غير المتوقع. يعني مثلا مش مهم، مثلا تعال نتكلم على الفيديو على طول، خش على الفيديو على طول. هو يقول لك الاول، انا هقول لك ازاي تجيب البلسس بارادوكسس دي. يقول لك ادي ده انسان عيان اهوت، بنقيس له الضغط، رافع السيستوليك لحد 160، طبعا هينزل اهو،
بدأنا نسمع، ضربات القلب، يبقى هو عند 120. شوف العيان بقى لما يتنفس، ياخد نفس عميق. طبيعي يا جماعة عندنا في أي حاجة، في أي إنسان في الدنيا، لما ياخد نفس عميق وأنت وقفت جهاز الضغط على 120 هتلاقي الضغط بينزل، بس بينزل بأقل من 10، يعني ينزل 5 مللي بتاع. إنما لو النزول ده زاد عن 10، مللي جرام، لا يبقى دي اسمها بالسس بارادوكسس. يبقى أنا الطبيعي، طبيعي إن هو بينزل، يعني بدل ما 120 تلاقيه بقى 115، ده طبيعي لأن هو قل، بس قل بمقدار أقل من 10 مللي. إنما لو ال 120 ديت كده بقت 100 مثلا، بقت 110، بقت 105، قلت بمقدار 15، يعني زادت على 10، فده اسمه بالسس بارادوكسس. لذلك يقول لك إن البالسس بارادوكسس هو تضخيم في الطبيعي، أقل من 10، إنما دوت زود عن الطبيعي. فعشان كده يقول لك إن البالسس بارادوكسس، لاحظ ده اكساجيريتد اوف ذا نورمال، تضخيم للنورمال، نوت بارادوكسس. بارادوكسس ليه البارادوكسس؟ يعني يقول لك ان التسميه، غلط، بالسس بارادوكسس التسميه بتاعته غلط، لان بارادوكسس معناها حاجه غير الطبيعيه، ولكن يعني معناها العكس تماما. البارادوكسس معناها العكس، ولكن احنا مش لقيناه العكس ولا حاجه، لقيناه بيقل زي الطبيعي ولكن بيزيد شويه عن الطبيعي، فهو تضخيم وليس بارادوكسس. انزل بينزل، لسه سامع؟ شايف؟ لسه سامع؟ Next, slowly. اختفى النبض عند 118، اختفى النبض عن لحد 100 تقريبا، فكان 118 واختفى عند 100. Listen for when the first Korotkoff sound. No. بالسس بارادوكسس. ايه اسباب البالسس بارادوكسس؟ هي نفس اسباب، ودي تجميعه ما يقولهاش، اللي يقولها ياخد الفول مارك، كوزس وبالسس بارادوكسس، البريكاردال افيوجن اللي احنا بنتكلم فيه، الكونستريكتيف بريكاردايتس، وريستريكتيف كاردوميوباسي. انت عارف الثلاثه دول بيشتركوا في ايه؟ الثلاثه دول، البريكاردال افيوجن والكونستريكتيف والريستريكتيف، من اسمائهم حاجه قبض على القلب. يعني البريكاردال افيوجن اتعلمنا ازاي ان هو قبض على الرايت سايد، الكونستريكتيف والريستريكتيف برضه قابضين كده على الرايت سايد وماسكين، ومش عارفين، مش عارف يقوم بالحركه بتاعته. لذلك الثلاثه يعتبروا شبه بعض، وهتلاقيهم في اي ديفرنشال دايجنوز مع بعض، البريكاردال افيوجن، الكونستريكتيف بريكاردايتس، الريستريكتيف كاردوميوباسي. هتلاقي الثلاثه دول بيخلوا الرايت سايد ما بيستقبلش الدم كويس، فيعمل لي حاجه اسمها بالسس بارادوكسس. طبعا انا لو شرحت البالسس بارادوكسس الميكانيزم والهيموديناميك دلوقتي هتوه جدا مني، فسيبها الله يخليك، ممكن نبقى نقولها في اخر الشابتر. المهم عرفت التكنيك، عرفت ان التسميه غلط ليه، عرفت الاسباب اللي بتعمل بالسس بارادوكسس. طب ايه يا دكتور؟ انت قلت لي البالسس بارادوكسس الثلاثه اللي فوق، ايه الحاجات اللي تحت؟ السي او بي دي والاكيوت سيفير ازمه، دي حاجات تبع الشيست، سيبها لو سمحت، وقت الشيست هنقول. كاردك اكزامينيشن يا شباب، ساينس بقى، تعال نتكلم على، احنا قلنا ساينس جنرال، تعال نتكلم على الكاردك اكزامينيشن. الكاردك اكزامينيشن اول حاجه نبص على الراجل، انسبكشن، الايبكس نوت فيزيبل، يعني لو هو رفيع المفروض ان احنا نشوف يعني الايبكس اللي هنا في نبض بسيط جدا فيزيبل، لا مش هنلاقيها لان في ميه محطوطه مخبيه. او لو هو طفل بقى، في الاطفال بنلاقي في بلج هنا، بنلاقي في الحته دي في بلج، في ارتفاع، ده لو هو طفل. طيب نخلص من الانسبكشن والبلبيشن. طبعا الانسبكشن، اسمع يا شباب، احنا عايزين بس نقول الانسبكشن المفروض انك ما تشوفش اي بلسيشن، ولكن في البلبيشن انك تحس، تحط ايدك في المنطقه دي، المفروض انك تسمع الايبكس، نبضات الايبكس تحت ايدك. في البريكوردال فيوجن لا، مش هتسمعها حتى بتحت ايدك، مش هتحسها تحت ايدك نتيجه الايه؟ الفيوجن. طب في البرقشن، طبعا كلنا عارفينه اهو، احنا بس عايزين نشوف البرقشن بتاع حدود القلب، من الضلع الثالث لحد الضلع الخامس زي ما انت شايف. الثاني هو فاضي،
لا يقول لك بقى في حالة الميركارد الافيوجن هتلاقي الضلع الثاني السبيس الثاني اللي هو المفروض مش فيه قلب، لا هتلاقي فيه ضلنس زي القلب بالظبط. ما هو القلب يا جماعة هتحس فيه ضلنس، يعني الصوت مكتوم، المفروض الحتة دي لا الحتة دي يبقى فيها رئة، ما الضلع الثاني، الضلع الثاني ناحية الشمال تلاقيه فيه ضلع الثاني ناحية الشمال تلاقي فيه عشان يبقى صوت ضخم بتاع الرئة. انما هنا هنلاقي في البريكارد الافيوجن لو انت عملت حدود الافيوجن كده هتلاقي الافيوجن ده مزود حدود القلب شويه، فضغط على الضلع في الناحيه الثانيه في الضلع الثاني فهتحسه زي القلب. يعني بص البرقشن بتاع القلب زي ما حضرتك شايف. The next component of the heart exam would be percussing the. اهوت بص عيد البرقشن نسمع بس صوت ال يعرف حدود القلب ازاي. Come down, find the اسمع second الصوت. intercostal space, go down to the third intercostal space, follow it lateral. We're going to begin percussing lateral to medial. Should sound resonant. Resonant يعني صوت الرئة. Resonant. صوت ضخم زي ما انت شايف، صوت هواء. صوت Should الرئة sound resonant. 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 اتغير. Until dullness. Once we find the area of dullness, we take our skin marking pencil. يعمل بقى حدود القلب كلها كده، لما يحس الصوت اتغير يبقى ده القلب. طبعا يعني اختصارا هيفضل بقى يعملها في كل الاتجاهات، اختصارا ان هو الضلع الثاني دوت المفروض نلاقيه ريزونانس يعني صوت رئه صوت هواء، انما في البريكارد الافيوجن هتلاقي الافيوجن مكان الضلع الثاني، فتلاقي الضلع الثاني فيه انتركوستال هتلاقي فيه ضلم زي القلب بالظبط. طب انت عايز تفرق تروح مخلي العيان تسيب ايدك هنا، تفضل سايب صباعك هنا على الضلع الثاني وتقول للعيان قوم يقعد، فلما يقوم يقعد كده وتسيبه 30 ثانيه وتروح عامل بركشن ثاني وهو قاعد، العيان هتلاقي اصبح ريزونانت. معنى كده ايه؟ انه لما قام قعد الميه نزلت لتحت مع الجاذبيه ففضل مكان، المكان دوت اتفضى بقى فاضي بقى مكانه اللانك. فاهمين يا شباب؟ طيب الضلنس هتلاقيه او دولنس اوفر ذا سكند سبيس، والدولنس ده بيختفي لما العين بيقعد تاني. والنبي اي ورط بقى ده اي ورط اهي نسيت اتعلم عليها. الاي ورط ساين ده بيقول لك ان ده دولنس بلو ذا ليفت سكابولا. طبعا السكابولا دي في الظهر، يعني مفروض انك لما تعمل بركشن تحت السكابولا تلاقيه ريزونانت، لا هتلاقيه تحت الليفت سكابولا هتلاقيه دولنس. فدي اسمها اي وارد ساين، فدي اسمها اي وارد ساين. اهو يا شباب ادي الاي وارد ساين. لانك هتيجي تعمل بركشن من الباك، المفروض ايه الاساسيات البركشن بتاعت الباك؟ انك تيجي تخبط هنا تلاقي ريزونانت تحس بهوا، تيجي تضغط هنا تحس ريزونانس تحس هواء. خلي بالك دي الناحيه دي السكابولا، هنا السكابولا تحت السكابولا هنا ديت ناحيه الرايت، وتحت السكابولا هنا ناحيه الليفت. اول حاجه بتعملهم بركشن ناحيه الرايت ثم ناحيه الليفت. تيجي تعمل ناحيه الرايت هنا تلاقيها ريزونانس تحت السكابولا الرايت، تيجي تعمل تحت السكابولا الليفت في حاله البريكارد الفيوجن تلاقيها لا دولنس. العلامه دي اسمها ايورد ساين. يبقى معنى ايورد ساين ان انا الاقي ضلنس تحت السكابولا الليفت. طب اشمعنى الليفت ما تبقاش الرايت؟ لان القلب بيروح اكتر ناحيه الليفت فيعمل لي ضلنس ناحيه الليفت. طيب ايه بقى الكومبليكيشن؟ كده خلصنا الساينس. الساينس كانت انسبكشن وبالبيشن، انك تبص وتحسس، البركشن انك تخبط، الاوسكلتيشن تسمع بالسماعه. ده الترتيب المنطقي لاي حاجه انك تكمل لها اكزامينيشن. بالسماعه هتسمع ويك ديستانت هارت ساوند، يعني تسمع هارت ساوند بالعافيه كده بالسماعه، لان المايه مش هتعرف تسمع الصوت كويس عشان المايه بتاعت. طب ايه بقى الكومبليكيشن بتاع البريكارد الفيوجن؟ يعمل لك كاردك تامبونات. احنا قلنا يعني ايه كاردك؟ يعني مره واحده يتجمع السائل فتره قليله جدا، القلب ما كانش عمل حسابه ما يعرفش اكوموديت السائل ده فيحصل سيمتومز عنيفه. طيب كونستريكتيف بيريكاردايتس قلنا يعني ايه كونستريكتيف بيريكاردايتس؟ يعني الميه اللي حوالين القلب اهوت دي ميه، الميه ديت ما هي كلها التهاب، ما نتجت نتيجه التهاب، فالالتهاب ده موجود ده ما زال في الميه،
فيتحول مع الزمن الى فايبروزس يعني تليفات، هو ده اسمه كونستريكتيف بيريكاردس. طيب الانفستيجيشن، اول حاجه بالاكس راي، وده بنكتشفها صدفه في الاكس راي يا جماعه، ده نورمال هارت. الصوره دي يا جماعه نورمال هارت، زي ما انت شايف الهارت اهو شكله الطبيعي جدا، الشكل المألوف. انما خلي بالك في الكاردك تامبونات عاد عامل زي الفلاسك شيب، فلاسك شيب يعني زي القاروره، شايف قاروره بتشرب منها، فهو ده فلاسك شيب بشكل غريب للقلب كده وتضخم، عامل زي الكوره او الفلاسك شيب شكل القاروره، هو ده الفلاسك شيب هارت. وخلي بالك اصبح نارو بيز علينا، في شارب بوردر يا جماعه. يعني ايه شارب بوردر؟ يعني انت لو مشيت على كمان ومشيت بالحوالين الحواف بتاع القلب كده هتحس انها مرسومه بمسطره، يعني مش معوجه خالص، يعني تحس انها مرسومه بمسطره. فيقول لك فلاسك شيب هارت ويز شارب بوردر، ده في الاكس راي. طيب في الاي سي جي لو فولتج، يعني ايه لو فولتج اي سي جي؟ يعني تلاقي الكهرباء بتاعت القلب يعني ارتفاعها قليل جدا، زي ما انت شايف لو فولتج اهوت ارتفاع قليل جدا، الجيوهات الكيو ار اس اقل من مربع، وده تعريف اللو فولتج اي سي جي، ان يبقى اقل من مربع. المربع ده 5 مللي، المربع الخمس مربعات ده 5 مللي، فيقول لك ان هو الكيو ار اس اقل، هو مكبرها لك اقل من 5 مللي، يبقى كده لو فولتج. يبقى ازاي تحكم ان هو لو فولتج اقل من 5 مللي؟ هتبص في اي كيو ار اس، كيوهات اقل من مربع. طيب يبقى دي الفولتج اي سي جي. الايكو بقى، الايكو بتشوف منظر زي ده كده، الايكو بتشوف الشكل زي ده كده، بتلاقي في الايكو هو كاتب لك الرايت فينتريكل اهو، ده الثلاث غرفات بتاع القلب، الرايت فينتريكل وهنا الليفت اتريوم، الليفت فينتريكل وطالع منه الاورطة الشريان الاورطي، تمام. طب ايه الفراغ ده؟ المفروض ديت عضلة المايوكارديوم، اهي عضلة المايوكارديوم، عضلة القلب. ايه بقى الفراغ اللي بره عضله القلب ده؟ الفراغ ده اكيد فيه ميه، اللي هو البريكاردال افيوجن بره القلب، ده البريكاردال افيوجن بيظهر على حسب المسافه بتاعته، بيبقى على حسب الكميه بتاعه البريكاردال افيوجن. طيب القسطره طبعا نوت نيدد، خلي بالك ملهاش اي لازمه خالص في البريكاردال افيوجن، انما الجولد ستاندر اللي ان انا الجولد ستاندر يعني افضل انفستيجيشن اشوف فيها البريكارد فيوجن هو الايكو. هحتاج للقسطره في ايه يعني؟ هو بنكتبها القسطره عشان نقول نوت نيدد، ملهاش لازمه. طيب الاسبيريشن او البريكارد سينتيزيس، اصبر انك هتدخل بابره تسحب الميه حوالين القلب، وده منها شيء علاجي وشيء تشخيصي. ازاي؟ ان انا هاخد الميه اللي حول القلب احللها في المعمل، فده شيء تشخيصي عشان ادي الانتي بايوتيك المناسب، عشان اكتشف الاورجانيزم المناسب، عشان اعمل كلشر للاورجانيزم، حاجات تشخيصيه، هاخد الميه واديها المعمل. انما كمان ممكن افضي الميه واريح القلب، فيبقى دي حاجه علاجيه. ايه بقى بريكارديو سينتيزيس؟ اعرف بقى سينتيزيس دي يعني اسحب بابره، اسحب الميه، افضي الميه. يعني لما اجي اقول لك بلورو سينتيزيس يعني اسحب الميه اللي حوالين الرئه. طب لما اجي اقول لك بريكارديو سينتيزيس يعني اسحب الميه اللي حوالين القلب. لما اجي اقول لك مثلا ابدومينال بارا سينتيزيس يعني بسحب الميه بتاعت الاستسقاء، بريح بطن العيان وبسحب منه ميه بتاع الاستسقاء بتاع الاسايتس. طريقه بقى بتاعت جميله جدا بتوع الكارديولوجي بيعملوها بتاعت البريكارديو سينتيزيس، ان انا اشفط. ازاي اعمل التكنيك ده؟ ازاي؟ اولا هو بيدخل بابره، ديت اسمها الزفود بروسيس بتاع الاسترنم، وده اسمه الليفت كوستال مارجن. المفروض ان هو يدخل في الحته دي بالظبط، مكان السحم كده ما بين الزفود بروسيس وما بين الليفت كوستال مارجن، يعني هنا في الحته دي ماشي. هيدخل الابره نفس المكان اللي احنا قلناه، يدخل يسحب السائل ويفضي ويريح القلب. دي الفكره العريضه بتاعه البريكاردو سينتيزيس. المفروض ان هو يقول لك
ان احنا نسحب نشوف الموضوع، يعني نسحب تحت جهاز الايكو. بص يا جماعه انا شايف الايكو ازاي، اهو شايف الفراغ ده اللي احنا شفناه زي الصوره اللي فاتت. الفرق بين الصوره دي والصوره بتاعتنا مفيش فرق خالص. انا عندي جدار اهو، ده الرايت فينتريكل وده الجدار بتاع الرايت فينتريكل، والمسافه دي هو البريكاردال فلويد او البريكاردال فيوجن. المفروض ان احنا نفضل واحنا بنسحب من العيان حاطين الجهاز الايكو شايفين عشان نشوف الابره، يعني واحنا بنحط الابره هتلاقي الابره داخله هنا كده، داخله هنا، ونعرف انها داخله في المكان الصحيح عشان ما يحصلش مشاكل معايا، عشان ما ادخلش جوه القلب وامتد بالابره اكتر او اعور القلب. اهو ودي صوره تانية للبريكارديال فيوجن، ده نجيبها تاني، واحده صوره تانية. اهي كان في بريكارديال فيوجن هنا برضو. تكنيك بقى الطبيعة على الطبيعة زي ما انت شايف، هيعقب المكان كويس ويحلق الشعر كمان بتاع العيان. المفروض ان احنا نحط فوط جراحية ونسيب المكان بس اللي احنا هنشتغل عليه هو اللي باين. ده بيدي لدوقين حقنة كده تخدير عشان الألم. ارفع راس السرير شوية 45 درجة. مفروض انك انت بالجهاز اهو بتاع الايكو، مفروض انك انت بص الابرة مع الجهاز ده، جهاز سونار او ممكن يبقى جهاز الايكو كمان على القلب، يعني اي جهاز تبقى داخل بيه او حاجة كده. هنشوف حركة جميلة جدا في رسم القلب ممكن نستخدمها كرسم القلب. هنشوف. طيب نبدأ. طبعا بيقول لك البلايند ابروتش انك انت بص يا جماعة، هو بيقول وانا بستخدم التكنيك دي وانا بدخل مفروض ان انا استخدم الايكو او استخدم جهاز الالترا ساوند او استخدم طريقة معينة كده في رسم القلب، اللي هو لازم ابقى مطمن على القلب وشايف ايه اللي بيحصل في القلب معايا وانا بدخل الابرة. ليه؟ انا ممكن ادخل الابرة بطريقة غلط او ممكن اعور القلب، ادخل بيها جوه القلب اعمل له حاجة شبه اعمل له رابشر للقلب او اعمل حاجة شبه الام اي ان انا اعور القلب. اعور القلب يعني عملت ام اي يا جماعة، ما الام اي معناها ايه؟ حتة ماتت من القلب. فانا ممكن ادخل السرنجة اموت حتة من القلب برضه اعمل حاجة زي الام اي. فيقول لك البلايند ابروتش ده انك داخل من غير حاجه معاك، يعني انت داخل كده وخلاص بالحقنه خلاص. دي لها مورتاليتي ريت كبيره جدا، لها كومبليكيشن كبيره جدا، وممكن القانون يحاسب عليه. خلي بالك فيها ميديكال ليجاليتي عاليه. ماشي اهو، حاطط الجهاز الايكو جاب العيان، حدد المكان اللي يدخل فيه اهو، دخل ناحية الشمال شوية وراس الإبرة رايحة ناحية النبل الشمال، ناحية الكتف الشمال، واخد بالك اهوت، داخلة بمقدار 45 درجة ما بين الزفود بروسيس وما بين الليفت كوستال مارجن. هتصفط، شايفة البروب، شايفة كل حاجة. دي بقى جميل جدا الفيديو ده، ده جايب لك كمان تصوير من جوه، دخلت الإبرة فين جوه كده، دخلت راح على القلب اهو، اخترقت البريكارديوم الغشاء اللي بره بتاع القلب، هنا السائل بتاع القلب. خلي بالك شو بقى في الايكو مبينه ان الابره، بص الابره اللون الابيض ده، شايف الابيض الابيض ده، ده الابره اهي اهي انتهت هنا اهي، فداخله في مكانها الصح. هنا السبيس اللي احنا عايزين ندخل فيه ده الكارد الافيوشن. طيب تسحب، هيقل السبيس معايا المفروض، اهي بدأت تسحب، هي متأكدة إنها في المكان الصحيح لأنها شايفاه في الإيكو. وبعد كده هتركب قسطرة تفضل شغالة، تفضي هي القسطرة بطريقة مستمرة، والإبرة ديت هي تبعتها على المعمل بقى تعمل فحص للسائل ديت، حاجات تشخيصية للسائل دي في المعمل.
في طريقة تانية برسم بروتش، لأن يعني أنا ما بحبهاش، ولكن بيقول لك الكومبليكيشن هو بتاع التكنيك ده ممكن يعمل لي، بص بقى يا شباب، مشاكل خطيرة. يعني بقول لي ممكن يعمل لي ايه، بس برضك الأريزميا ممكن يدخل عيان في فيتاك ولا حاجة ويموت، برضك برشر ليموثوركس، حاجات يعني خطيرة جدا، بريتونيال بانكشر، ليفر ستومك انجري، بانكشر اوف انترنال ثوراسيك ارتري، فراجمنت انجري، ديس، يعني ديس كمان. يعني لو تكنيك تشرب شوية مية ديس. انا عايز اوريك في حركة فظيعة حطها، هو قال لك انك انت يبقى معاك معاك يا اما الايكو يا اما الالترا ساوند يا اما معاك الاي سي جي. ازاي الاي سي جي؟ هستخدمه ازاي؟ شوف حالة القلب. بص بقى يا عم، اعمل حركة جبارة، الالكترود بتاع عايز دي اهو، اهي الابرة دخلت، ده في حال انك مش متوفر عندك غير اي سي جي. الالكترود بتاع القلب بص تحطه على سن السرنجة، بدل ما تحطه على جسم العيان تحطه على سن السرنجة، وتوصل الالكترود بتاع القلب كده للجهاز، فالجهاز يجيب لك زي ما انت شايف كده. طيب انت تحس بالخطر لو الاي سي تي عليت، زي ما انت شايف ده اي سي تي عليت، ده عليت عليت، يبقى معنى كده ان انا عورت القلب، انا دخلت بالسرنجة جوه القلب نفسه. فيقول لك بقى عشان تظبط الموضوع ده، اسحب السرنجة لبره تاني لحد ما الاس دي تنزل، يبقى انت في المكان الصحيح. طول ما الاس دي عاليه في خطوره، انت داخل جوه القلب. معايا يا شباب؟ جميله جدا الحركه دي، يعني ما اعتقدش ان في حد في مصر بيعملها، عارفها منها بسيطه جدا يعني. طب نخش بقى على التريتمنت. التريتمنت يا شباب، تريتمنت اوف زاكوز دي هو ده الاساس. كل ده انا لازم تريتمنت اوف زاكوز. هو اشهر سبب، قلنا اشهر سبب للبلورال افيوجن هو التي بي، فاول حاجه دور على التي بي لو سمحت. يعني السائل اللي انت هتاخده اعمل له اول حاجه، اول انفستيجيشن هتعمله في المعمل زيل نيلسن عشان تشوف التي بي، احقنه بصبغه اسمها زيل نيلسن، دي بتجيب التي بي. طب البريكاردال اسبيريشن او بريكاردو سينتيزيس فور كاردياك تامبونات، دوت اللي احنا قلناه، القسطره ديت يا اما انت، احنا قلنا ان احنا هنسيب قسطره راحه داخله جوه القلب تفضل تفضي، ممكن في القسطره دي تفضي من البريكاردال انفيوجن، ممكن في القسطره دي تضيف انتيبيوتيك، فيبقى حاجه علاجيه وحاجه تشخيصيه، وانك تريح القلب ما برضو ده حاجه علاجيه، واتكلمنا في الموضوع ده بالتفصيل. السيرجيكال بقى لو فشل معانا كل الطرق ديت، بنلجأ لحاجه اسمها سيرجيكال، اللي هو البريكارديوتومي بريكاردو بلورال ويندو. ده قلب حاجه كده شبه القلب مفتوح على الازهر، تكنيك طبعا يعني يفضل لو انت قلب خفيف او في ميل. ما تتفرجيش على الفيديو ده، الفيديو ده مش هتمتحني فيه، ولكن الفيديو ده عمليه، دي العمليه الجميله جدا الفيديو ده على فكره، عمليه لتصوير البريكارديوتومي او باول بريكارديال بلورو بريكاردو بلورو ويندو. بص بقى يا باشا، يلا نبدأ على بركة الله. فتح فتحة اهوت في الجزء السفلي من السترنم، شيل الفات، هو فاتح كده عز فوت بروسيس الجزء السفلي من الاسترنم، هيبدأ بقى يشيل كمان الزفوت بروسيس، اهو شال الزفوت بروسيس ورماه بره، ملوش لازمه الغضروف بتاع الاسترنم. بعد كده هيفتح، يلاقي نفسه القلب على طول قدام القلب على طول. ده القلب يا جماعة، بس محاط بشوية دهون، أو البريكاردم ده يعني القلب، البريكاردم ده يعني ده القلب أهو، ده القلب. هيبدأ ينضف حواليه شوية، أو ننضف عليه من حواليه الفات،
الحته اللي بتلمع الليستنج بارت يعني الجزء اللي بيلمع هو ده البريكارديوم. اهو الابيض ده بدا يظهر هو البريكارديوم اهو زي ما انت شايف. ده البريكارديوم هيروح جنب المشرط بقى، المفروض هتلاقي ايه في البريكارديوم فيوجن يعني نافوره، هتلاقي طبعا دلوقتي في نافوره بتطلع. بص بص الميه، بص سبحان الله، شوف يا شباب، اعتقد دي بتبقى افضل لحظه قدام الجراح وهو بيشوف الحاجات دي بتحصل. يعني اتفضل هيفضل يشفط بقى كل السائل عمال يطلع، ده يفضل يشفط فيه جهاز تشفيط اهو داخل اهيت اهو، ده بشفط هيفضل يشفط كل السكريشن. شفط اهو زي ما حضرتك شايفين، كل دي ميه، كل ده بلور فيوجن لونه اصفر زي ما انتم شايفين اهو، متأكر اكسيودي طبعا باين عليه. هيبدأ بقى يقص جزء الحته اللي بيقصها دي، القص قص جزء من البريكارديا. شوف القلب بدأ يتحرك ازاي وبين حركته، ما كانتش باينه، شايف سبحان الله. الفتحه دي بقى بيسموها الويندو. طب الفتحه دي فاتحه ليه؟ عشان تفضل بقى تجيب تفضي بقى اي حاجه تتكون تروح طالعه على طول في المكان اللي هيحط فيها هو انبوبه. الانبوبه دي مجوفه بحيث انها تستقبل اي فيوجن طالع، والانبوبه دي هيطلعها لبره بانبوبه رفيعه تانيه على الجسم من بره زي ما انت شايف. هو دوت الويندو، هو ده الشباك اللي فتحه في الريكارديوم اهو، قفل الجرح وده نزل على الشباك جوه، على الشباك نزل بتاع على القلب تحت على الشباك، يفضل يفضي بقى. بعد كده يا شباب اخر حاجه نتكلم في الكاردياك تامبونات بسرعه. هو ايه الكاردياك تامبونات؟ هو ده تضخيم، ده عباره عن بلورال افيوجن اتكون بسرعه قليله جدا وعمل لي مانيفستيشن، عمل لي اعراض. طيب وده حاجه اكيوت يعني. موست كومن كوز ايديوباثيك، ممكن ايديوباثيك يعني غير معلوم السبب، اللي هو فايرال كرونيك رينال فيلير نيوبلاستيك طبعا ورم. كليك البيكتشر زي البريكاردال افيوجن بلس، زي البريكاردال افيوجن بالظبط، ولكن هتضيف حاجه واحد عالم اسمه بيكس بيك عمل ثلاث حاجات اسمهم بيكس ترايد. الترايد ده يعني ثلاثي. ايه الثلاث حاجات في تشخيص البريكاردال افيوجن؟ ان البلاد بريشر يبقى واطي هايبوتنشن، الجاجولار فين يبقى منتفخ، والهارت ساوند تسمعه بالسماعه تحس ان الصوت واطي جدا. ثلاث حاجات دول اسمهم بيكس ترايد، تلاقيهم يبقى ده الكاردياك تامبونات. فهو ده اللي فرق لك الكاردياك تامبونات عن البريكاردال فيوجن. واضحه انا دلوقتي واضحه منين؟ اكتر حاجه موضحاها ديكريز اوف سيستوليك بلاد بريشر الهايبوتنشن. ليه؟ لان كده اصبح في لما يقول لك في هايبوتنشن يبقى دلوقتي في حاجه عنيفه وفي حاجه اكيوت وفي هيموداينامك انستابيليتي. يعني ايه هيموداينامك انستابيليتي؟ حاجه مهدده للعيان وجايه دلوقتي حالا، اسمها كاردياك تامبونات. انما انت عارف البريكاردال فيوجن ما يعملش حاجه في الضغط، يفضل العيان ضغطه كويس. فده انا شايف ان سيبك كمان من البيكس ترايد، انت ككلينيكال لقيت واحد ضغطه منخفض واطي، لا ده كاردياك تامبونات مش، وانت مشخص ان في فيوجن حوالين القلب، ازاي تعرف ان ده تامبونات ولا فيوجن؟ على طول من الضغط، الضغط واطي يبقى ده تامبونات وده حاجه خطيره جدا لازم يتفضى، لا الضغط كويس ومظبوط يبقى ده فيوجن وحاجه بقى لها كتير ومش حاجه مقلقه مش لازم تتفضى حالا يعني. فاهمين يا شباب؟ انا اسف ان انا طولت عليكم، واتمنى تعملوا لايك وسبسكرايب كمان، ويا ريت الفيديوهات دي كلها تحط على جروبات دفعتكم، واتمنى لكم التوفيق يا شباب.